يا جابر نفضت لي يعني في حدوته الجهاز. قلت لك هجيبهولك بس مستني اوقع لك حته فرطه حنينه كده. يا عم خلص ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته يعني هتعيش براحتك كمان. طب بقول لك ايه؟ انت عايز يعني وصله كده عشان لما تركب الجهاز على لا انا هركب لك وصله للجهاز ده اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا عم. ما تعمل يا عم انت صغير ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته ومحدش بيلغيني. ايه يا ابني ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء. انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغيه. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه النت ده هياكلنا ولا هشربنا؟ يا عم انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال واقول يا ترى الولا راح فين. كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجي خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله ما تردش على ابوك. يلا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا شفت الولا بيبوظ ازاي؟ ما تروق يا عم ما كل العيال بتقلع. اغفر الله العظيم. تعال نشوف شاي. لا 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 خلاص روح شوف يا عم. تعالى تعالى نشوف سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعال. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا ارتاح يا معلم بركه. روح يلا اتنين شاي بسرعه. يلا حاضر. عاوزك في استشاره. تحت امرك اخويا. اقول دلوقتي انا اعمل اعلان وراثه ولا ما اعملش؟ انا مش عايز اغلط عايز امشي قانوني ومش عارف اعمل ايه. انت مش قلت ان ابوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا ايه بس بسيبهم يعرفوا برضه. اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشه؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. يبقى تعمل اعلان وراثه. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته. محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله. طبعا. طلع. طلع ايه؟ سيجارتين. اميره روحي انت يا خالتي خلاص بقى كويس. وهي دي معقوله يا بنتي؟ اسيبها وامشي. روحي انت يا بنتي تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده. ما بيخالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن. ها وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله. روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. باذن الله هتبقى كويسه يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب انا هفوت عليك بكره الصبح. ها ولك صباح. خد كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر. كنا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص بقولك يا صباح. ما فيش حاجه تمام قطايه صغيره بس. انت رايق. امشي يا صباح. يلا يا اخويا يلا يا اخويا انت وهو اقلعوا يلا عشان تستحموا. ليه يامه؟ الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول ثلاث حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي اللي جرى لنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس يبقى كده خلصنا.
ايوه صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. نزل فل. انت تكتبها الراجل كده ليه؟ ايوه صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامة. بالسلامة. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوشه اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه. اعملي. ايه موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه. انت قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبهم في لمبه الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي استنى يلا. قدامك فين راس تديني فرصه؟ والله العظيم ما عملت حاجه. استنى بس اسمعك. انا مش مسجله هتضيعني. ابوس ابوس ايدك هتضيعني. انت مش عايزه تسجلي. هتضيعني. انت عايزه يدق على وشك مسجله. تضحك عليا انت كنت في الشغل قدام يا بت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. اسمعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصه عمرك. زباله يا بت. انا كنت عامل لك بني ادمه. تضحك عليا انا بتبيع مخدرات. ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت بحيح. شوية شغل فاتهم يا ابويا، قلت اخلص منهم والله العظيم ما بفتكر فيهم. والله العظيم ما بفتكر فيهم. بتجيب المسكنه دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ ده الكلب عمره ما يتعدل. صحيح الوسخ وسخ، عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحده زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي. هياكلوا بكره ايه؟ خد الخاتم بتاعك. خده. وديني على الاسم. بس يا بت. الخاتم ده احسن من عيني. طب وريني بقى تشوف امك واخواتك ازاي. قدامي على الاسم. قدامي يا روح امك. يا يوسف عصام بيه موجود؟ طلع مأمورية. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض ما تعمل المخدر ونخرج. كلبش ارميها في الحجز. يلا يا بت. يلا. ازيك يا كريم؟ اهلا. ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. كويسة دلوقتي؟ نبي تعبانة ابو كريم، تعبانة قوي. طب تعالي تعالي اقعد ارتاح. لا مش عايزة كرسي. طيب تعالي. عنك. شد حيلك امال. الامر لله من قبل ومن بعد اخويا. قلت كده تعباني. سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه الميه ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. عامل لك شاي؟ لا لا ما هو ميه برضو. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما اكلمك فيه يطلع لي ميت عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي. قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه. دريت. بس اجيب لك من الاخر، سعيد مش هيدفع. والعلى مش هيدفع ان ايه؟
ده الدين على ابوه لازم يدفع. ده الراجل اتقلى في النار، حرام عليك كده. اعوذ بالله، بينام ازاي ده؟ اه بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي، النبي كلمه ابو كريم. ما انت عارف انا بجهز البت، وحياه النعمه، وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. والله العظيم انك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه انا اقول للحوايا من وراك يا اخويا. اعوذ بالله، الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده هات ايدك. يا الله. تعمل اي حاجه، ايه اي حاجه، انا هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس اكلمه برضه. امري الى الله، امر الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صبا، هكلمه. انا بيب. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب 10 جنيه. انت عبيط يالا، هدي لك في وشك اخنفك. يا ابني ده الشمدون انت هو. مصلحة يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبة خلصانة بقالها اسبوع في البيت، يبقى ودينا واحدة. حاضر يابا، هودي لك واحدة البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحدة عشان الستبني كمان فاضية. كفاية واحدة يابا، دي ب20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب ب20 جنيه. يا ابن الكلب، انت لعبت يلمك ونسوت بوقلك يا ابن الكلب. حاضر يابا، هودي لك اتنين. الله، انا بقول لك ايه تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد وقت، الدنيا واقفه عشان بهايم. في حد يبيع سوق سودا بعاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل، هتاخد الانبوبه ب20 جنيه؟ بيولعوا بابور الجاز احسن، ولا انتوا ما تعرفوش بابور الجاز يا اخويا انت وهو؟ اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيب انت وهو. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن الكلب، هتبيعهم على طول. اوعى يا عم ما توديش الانبوبتين البيت. اوديهم يا اوعى تنسى. خلاص بقى يا يابا. السلام عليك يا حبيبي، اتفضل. الله يخليك. يو مالك يا فتحي؟ مليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عمي ما تغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن، هدخل اعمله لكم، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال. يلا 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 منك، روح خش جوه. يلا يا حبايب روحوا اقعدوا على الطبليه عشان ناكل. هو انت شفت سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت. عشان كده قال لك حاجه؟ يلا بقى خلص الاكل، تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير من عند ثابت، لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجة؟ هيقول ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك؟ شايل التين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه؟ مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا؟ يحنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي، العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو، اشوفكم بتلعبوا قدام ورشة خالكم سعيد، هقطع رجليكم انتوا الاثنين. انا ما بروحش هناك يابا. خلاص بقى يا فتحي، كل يا دنيا كل، تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر قرارتنا في ايه؟ طمني، ده ما يجيش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه، كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكم زي الفل يابا. الله يا فتحي، كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقوا في النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر، اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا دنيا. مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل كل يا فتحي. قرشين حلوين هي لحدها بتحدف كتاكيت. يلا
الغرفه قبل. الواد بيتا ابن صاحب البيت قلب الاوضه اللي تحت غرزه. قلت قبل كده لابوه ما عملش حاجه. اصبر قبل اخش انفضهم لي. بالراحه مش عايزين مشاكل، بس مش معقوله ريحه الحشيش ضربه في البيت كله. طب توكل انت على الله قبل وانا هتصرف. سلام. سلام. ازيك يا عم ثابت؟ الحمد لله. جرايه يا عم بيتا، ينفع كده برضك؟ ريحتكوا فحت في البيت كله. مفيش حاجه يا اخي، وخش شوف احنا بنلعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ما الاوضه هم عباقه بالخير، انتوا ايه بتنتحروا؟ وبعدين قبل الليل اشتكت. مفيش حاجه يا اسطى، ميته، خش فتش الاوضه. لا مش هفتش. يا اخوانا خفوا شويه، البيت فيه بنات، ما ينفعش كده، مش لازم تصطبحوا كل يوم. ماشي يا اخي وماشي، ماشي تمام. وبتعرفوا تلعبوا بلاي ستيشن على كده؟ ما تيجي يا اسطى افرجك. لا مش فاضي، عندي شغل. ولا اقول لك تلعب على كام يا كفي مريم. شغال. ايوه. يا تحوش السلك يا ماشي. المقاطيع فين؟ لسه بدري عليهم. انت اللي جيتي بدري شويه. العيال عاملين اعتصام في الكليه. عميد الكليه روحنا وقفل المكتب. اعتصام؟ والله طلبه محترمين، فكرتينا بايام زمان. ريح نفسك. مش معتصمين لعشان قوميه عربيه ولا فلسطين ولا عراق ولا غيره. امال معتصمين ليه؟ لخبطه يا سيدي بينهم وبين كليه الطب. وهم عندهم حق. ما هي بتوع كليه الطب يتنازلوا ويقفلوا قسم الطب الطبيعي يا العلاج الطبيعي يقبل اشرافهم عليه. حاجه كده ملهاش اي حل. يا خساره. وانا اللي كنت فاكرهم معتصمين اعتصام سياسي. واضح ان الجيل ده بقى عنده برود في القضايا القوميه. يا عم طارق، مين يدافع عن مين؟ المعركه بقت على لقمه العيش. معقوله يا ليلى؟ انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه. وابصم على كده كمان. السياسه يا طارق بقت شغله الاغنياء. ما تبقاش فقير وبتعد في التراب ومفيش في جيبك حق لبن العيال وتقولي بالروح وبالدم. كده يبقى كلام اغاني. ارجع للتاريخ يا طارق. ما بيدافعش عن البيت الا اصحابه. الجيران بقى تدعي، تشيل يوفط، تشجب، تندد، تبلغ البوليس. كلها مجاملات. لا لا يا ليلى، انت اتغيرت كتير. الله يرحمك يا عبد الناصر. فينك وانت بتقول وحدة الصف العربي ضرورة حتمية، نسيتي؟ وحدة الصف العربي ايه يا عم طارق واحنا بنتخانق على ماتش كورة؟ الوحدة والأخوة دي كانت زمان. احنا ممكن نكون اخوات في اللغة، في الدين، بس المصالح مختلفة. وما دام المصالح والبزنس اختلف يبقى خلاص. لا 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 لا. اشمعنى الدول الأوروبية قدرت تجمع نفسها وتبقى كتلة واحدة؟ حتى أمريكا اسمها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت عبارة عن ولايات وجمعت نفسها وبقت قوة عظمى. لأنهم كانوا واضحين مع نفسهم. حطوا مصالحهم ومصالح شعوبهم قدامهم. من غير بقى شعارات ولا قومية ولا الحلم الأوروبي. بقول لك إيه؟ كلم العيال خلينا نلعب بلاش صداع. انت عايش؟ انت بنت؟ تعالي هنا. تعالي. ايوه يا بابا. صوتك عليه كده ليه يا بنت؟ معلش يا بابا. معلش ايه وزفت ايه؟ وبعدين انا مش قلت لك 100 مره لما تقف في المطبخ تبقي تغطي شعرك؟ يا اخويا هتغطي شعرها من مين؟ مش كفايه انا مغطيه شعر طول النهار؟ شوف الولي ونضه، هو المطبخ ده مش ليه شباك؟ والشباك ده مش مفتوح على الجيران؟ والجيران دول مش ليهم عيون تاكل الزلط؟ ولا انا بخرف يا اختي؟ يا بابا الشباك مقفول. مقفول ولا مفتوح؟ الا اقول عليه يتنفذوا بالحرف الواحد ومن غير مناقشه، فاهمه ولا لا يا بنت عيشه؟ ماشي يا اخويا ماشي، يلا اجري سخني الملوخيه اجري. يا باي بيت كل بلد. ايه
السلام عليكم. اهلا يا استاذ سعيد. ايه عايزني دلوقتي؟ ما ينفعش بكره؟ الموضوع مهم للدرجه دي؟ طيب يا سعيد خلاص انا جاي لك حالا. السلام عليكم. زينب حضري لي اي جلابيه تانية غير دي لحسن حاسس انها توسخن يا اخويا. كل الغسيل في الغساله. شش وطي صوتك، هاتي اي بنطلون وقميص يلا. اوطي صوتي من مين بس؟ هو انت عاوزنا نوشش بعض واحنا في قلب بيتنا؟ صوت المراه لازم يكون واطي على قد السمع، مفهوم ولا لا؟ يلا. حاضر. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم يا اخويا. عايزاني اجيب لك اي حاجه من تحت؟ انا رايح لص سعيد بيقول ان عايز له موضوع مهم. هات لنا معاك ازاز الزيت. زيت تاني؟ ما انا لسه جايب لكم زيت. انتوا ايه بتشربوه؟ اصل انت اول امبارح جبتنا بصراحه سمك زفر قوي، خد الزيت كله، ودلوقتي عايزين نقل بطاطس ما لقيناش، نعمل ايه؟ السمك هو اللي زفر ولا ماشي يا اختي؟ حاضر هجيب لكم. يلا حضر البنطلون والقميص على ما اخش الحمام. حاضر. غطي شعرك يا بنت، روح. حاضر يا بابا. التمثيليه تخلص الاقيكي هنا قدامي على طول، احسن ابوكي يطردك زي ما طرد اخوكي. يا ماما انا تحت في الدور الاول عند عواطك، بس انت خليكي واقفه في البلكونه لاجي وانا تحت. اول ما نادي عليكي طيرها على هنا، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا بسرعه يلا. استرها يا رب. مؤاخذة يا عم الأستاذ، ربنا يهديك. صدق الله العظيم. احضرنا يا عم الأستاذ، الكلام اللي هقوله ده محدش يعرفه، ده كان سر بيني وبين أبويا الله يرحمه، موصيني ما افتحش الكلام ده إلا في حضورك يا عم الأستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحة على روح أبويا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم موتنا جميعا. ابويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الاوضه وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا؟ مالك؟ قال لي قرب منا يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط ايدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يا بابا لا، انا عمري ما حطيت ايدي في جيبك يا بابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت ايدي في جيبه لقيت شويه ورق. قلت فيه ايه؟ ابويا بيخرف ولا ايه؟ قال لي اقرا اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في اصل وشك، ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. ما تستهدي بالله، امال يا سناء يا بنتي؟ هو الراجل لسه قال حاجه؟ بصي احترمي نفسك لا بهدلي. ما تقدرش تهوب ناحيته طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان. كده طب استاذن انا بقى. خلاص عم الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا وعدتي. ما صحش كده. كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا، انا ما يرضنيش. واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك، البيت والورشه حقك يا سعيد، وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورق اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد، لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قللت الادب ومش محترم حد. عم الشيخ العقود معاك ودي وصيت ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقيله قبل ما يموت؟ ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عايل؟ ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني؟ ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه وانا ما ظلمتش حد. وكلمه زياده هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا. مش ده الحق برضه عم الشيخ؟ انا لحد كده وماليش حق. ده عقد بيع وشراء ومن حكم في ماله ما ظلم. كده ماشي يا سعيد، انا همشي. لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا لما اكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن النعيمه، منك لله. يلا يا واد امشي. لا حول ولا قوه الا بالله.
حول ولا قوة إلا بالله. يا ما قلت لك يا سناء، قولي لأبوك على كل حاجة قبل ما يموت. أهو مات وخد كل حاجة. إله يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. وجايب الشيخ معاه علشان يشهد. هو الشيخ تمام هيعمل له إيه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقولة أبوكي يكون كتب كل حاجة قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي، مش ممكن. أبويا مش ممكن يعمل كده أبدا. أنا شفت الرسومات والعقود. تفضل يا رب أرفع قضية. هيكسبها. هو مش عبيط ولا بريالة، هو فاهم بيعمل إيه، بيخطط ويدبر وعامل كل حاجة وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ازيك حبيبي؟ صباح الخير يا ام. رايحه فين يا بنت؟ رايحه ادي ابره لحماتي. ابره؟ وانت من انت يا اختي بتضربي ابره؟ يا ولية انت بتنسي، مش لسه مديكي ابره الشهر اللي فات؟ يا بنت ولما تديني ابره مره ولا مرتين ولا حتى ثلاثه خلاص كده بقيتي ضريبه ابر؟ خلاص يا ام خلي دي الرابع. يا بنت شوفي لها حد يديها لك، ده انا فيها تبقى نصيب. نصيبة ايه يا امه؟ نصيبة ايه دي ابرة عضل؟ بعدين ما لقيتش حد يديها لها اعمل ايه يعني؟ اسيب الولية؟ لا ما نسيبهاش، نعمل واجب. اصلك صاحبة واجب. انت حرة يا اختي، خليها تروح فيها. عبد الله هيقطعك بدل ما يتجوزك. بيحبني يا امه ومش هيقطعني. عدت قرص وعشرة خرص مشغوري كانت ضربة. ما تمسكنيش قوي كده يا واد. ما تخافيش يا خالتي بقى. اها يا بنت. لا والنبي ده انا يعني انت هتتعلمي فيا الحقوق يا خالتي. والنعمه بديها لامي حتى بيساليها. اسالها يا اختي بعد ما تكوني خلصتي عليا. اجري يا واد بسرعه، امشي جيب لي حد من الاجزخانه يديها لي. يا صباح اديها اسرع وخلصها. ايوه شوف اللي بايع امه. يمسك دراع امك يا عبد الله. يلا يا صوتي. بس خلاص مش شايفه يا خالتي. حسيتي بحاجه؟ والنبي يا بنت ايدك خفيفه. شفتي بقى؟ بس اسمعي، وديني وايماني لو دراعي ورم لا اخلي عيشتك سودة. انا بقول لك لا ان شاء الله مش هيورم. يا رب يا اختي يا رب. هات القطنه يا واد. القطنه فين؟ القطنه راحت فين؟ معاكي يا خالتي. اه بقول لك ايه، امك فين يا بنت؟ اهي مطحونه في السوق يا خالتي. طيب قولي لها خالتي عايزاكي، بتقول لك شهيلي شويه عشان ندخلكم ونخلص من وشوشكم دي، بدل ما انتوا دايرين ورا بعض زي الديك والفرخه كده. ديك وفرخه ايه يا امه؟ هتحسني كلامك يا امه. تعالى صباح اوصلك. يلا. لا ديك خليك جنب امك. فرخه يا اخويا عارفه طريقها. عارفه طريقها؟ روح جيب دهيه في اللي ربوكي. اتفرج وتعلم. شوف الكوره الى تركن. الله اكبر. لما اكون مشامل سمع الله لمن حمده. الله 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 اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي بيحصل ده حرام. ما عندكوش دم خالص. ما هو زي ما بتحب مصر احنا بنحب ربنا. انتوا ما بتصلوش وقلنا ماشي ربنا يهديك، لكن سيبوا الناس اللي بتصلي تعرف تصلي. انتوا ايه قذره؟ ما عندكوش دمله ولا دين. خلاص يا عم، اذا كان على الماتش هنتفرج عليه من غير صوت. وانتوا اللي عاجبه اتفرج على الماتش وهو اخرس عاجبه، مش عاجبه ورينا عرض كتافه. مش عايزين ناكل عيش عشان الاستاذ انبسط. ما حدش منعك تاكل عيش يا اخوي، بس سيب الناس تعدي فرض ربنا اللي انت نسيته. معلش يا سيدي هقعك عليا، واذا كان على الناس مش هتسمع صوت. اتفضلوا صلوا ويا رب نتغلب يا رب عشان نخلص خالص. يا رب نتغلب. خلاص يا عم تمام. خش صلي. طب يا اخوي رب تذكرينا وروح اتفرج على الكوره. خلوا الكوره تنفعكم، جابكم جون في معانيها. راجل عامل بقى سيجاره يا عم.
نفسي اعرف مين فيكم بيقول لها على مكانك. والله يا منى بس انت مش فاهم، خايف تروح تقول لامي ولا ابويا على المكان اللي انا بقعد فيه ولا بقعد مع مين ولا اي لوك. ايه يا عم وانت قاعد في بار؟ اسكت اسكت. طيب يا تهاني هجيلك تاني. يلا يا بنت. ثابت انت ايه حكايتك؟ انت بترضيني ولا ايه؟ الله انت اللي جيت لقيتني هنا. انت عايزه ايه مني بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا حب ما بحبش، جواز مش عايز اتجوز، ولو كان يعني في دماغك في مصلحه كده ولا كده من ناحيتي انت عارفه انا ماليش في السكه دي خالص. انا مفيش في دماغي حاجه يا اخويا. اه امال انت عايزه مني ايه؟ خلاص خلاص اهدي بقى. خلاص يا بنت ما تعيطيش، بتعيطي ليه دلوقتي انت؟ يا شيخ ما انت مش فاهم حاجه، انا لا عارف اشتغل ولا البس ولا بقى زي بقيه البنات. والعربيات اللي انت بتركبيها دي ايه؟ اوعى تصدقني انا لما بركب العربيه حد بياخد مني حاجه. يا سلام، امال بتركبي العربيات ليه؟ حالفه انك تبوظي سمعتك؟ بيدوكي كام؟ بيدوكي كام اللي انت بتركبي معاهم العربيات؟ 20 وساعات 50. وايه المقابل؟ ولا حاجة. أول ما حد بيفكر يمد إيده عليا بتخانق معاه. بعد كده يضربوكي ويعوروكي. عشان كده سيبوني تاني تعبير. يا بنت المجانين، أنت بتعيطي ولا بتضحكي ولا؟ ربنا يهديكي. نامي ما تسيبنيش يا شيخ. اعتبرني زي أختك بلاش حبيبتك بس ما تسيبنيش. انا ما عنديش اخوات صبيان ولا عندي اخوات بنات. اضربني اعمل اللي انت عايز بس ما تمسكنيش يا شوقي. خلاص اهدي. طيب اهدي اهدي اهدي. طيب قومي روحي. ربنا يهديكي وخلي بالك على نفسك. دي احلى كلمه سمعتها في حياتي. مش قصدي، انا مش قصدي اقول لك اي كلمه كويسه. يلا يلا امشي امشي. مجنونه ولا ايه؟ تعبانه يا اخويا؟ تعبانه وفي ايه؟ لا لا مفيش، استريح يا حاج استريح. ايه ده؟ والله ناس مقرفة، ايه اللي عاملينه ده جنب محلات الناس ده؟ وانت مش شباب انت وهو؟ قرف اللي انتوا قاعدين فيه ده، تقولش قاعدين على الكورنيش جنب كل بلد. طب يا فندم دلوقتي. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ ايه يا بدوره اتاخرت كده ليه؟ انا عامل ايه بقى عقبال ما طلعت من الشركه وقعدت الف على الشغل. تشرب ايه؟ لا لا ملوش لزوم، انا اتهريت شرب النهار. لازم تشرب. ربنا يخليك. طب طمني اخبار الكوتا ايه؟ تمام، بس في نشره جت من الوزاره امبارح ان الاخضر دخل جدول اول. يا خبر اسود. اه يعني كمان شهرين وهيشح.
طب حبيبي الحق ظبطني بقى بالحصه الكبيره بقى. انا عينيا ليك يا دكتور. وهات لي كمان كرتونه امبول ميه، وهات لي كرتونه سرنجه 3 سم. انت عارف بقى المنطقه دي واحتياجاتها حبيبي. حاضر. ليك عندي هديه. ايه؟ عشان ما تقوليش بقى جدول اول وجدول حصص امسك. ربنا يخليك يا دكتور، ده كتير قوي. ولو انه هيشاح. متشكرين. السلام عليكم بقى. سلام عليكم. سلام عليكم. جدول اول يا خبر اسود، ده واقف حال. امورين يا حبيبي. بقول لك ايه، انا عايزه فاكهه يا عطيه، نفسي في تفاحه احمر. ما عندنا. فين؟ في خدودك يا جميل. هاتي معاك شويه معلبات احسن، التلاجه فاضيه يا عطيه. ايوه وجبن. خلاص بقى يا ناهد، مش كله مره واحده بقى. ونفسي في جاتوه. هاتلي جاتوه بس بلاش من الفرن، بيبقى وحش. ما تسترخصش. حاضر اللي تأمري بيه. خلاص بقى يا ناهد، في راجل واقف اهو عايز حقنه. صبرك بس يا معلم عبده، معلش انت عارف المدام وطلباتها. باي باي يا روحي. مع السلامه. خلاص يا خطوش السجاير معاك. سلام. بسرعه شويه. ماشي. بسرعه بسرعه. وما لمعتيش هنا وهنا. يلا يا حاجة بسرعة، عايزين نخلص. اختي كراكيب ومزبلة عيشة تقرف. تامر. ايوه. معلش يا حبيبي هتعبك معايا. اموري. خد دور بقى في درج ابوك ده، ترمي لي الادوية اللي ملهاش لازمة وتسيب لي اللي لي لازمة. لما تخلص تناديه عشان معايا الشغالة جوه. ايه ده؟ هو البرشام ده بتاع بابا؟ اه، كل يوم بياخد منه واحدة. يا نهار اسود، ابويا بياخد ده؟